الحمد لله، لقد وصلت في الوقت المناسب. أهلا حسن، كيف حالك؟ بخير. هل أنت ذاهب إلى المنزل؟ كما تعلم هذا هو وقت انتهاء دوامي. لقد اشتقت إليك كثير. وأنا أيضا. طيب ما رأيك لو نتعشى اليوم سويا؟ فكرة معقولة، ولكن على حساب هذه المرة. لا لا لا، فأنا الذي دعوتك. لا حسن، لا يوجد بيننا فرق. إضافة إلى هذا، فإني اليوم غنية جدا، فقد قبضت راتبي. إذن سأمر عليك في الساعة 10 مساء.